السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الفيديو الثاني من مراجعة ليلة الامتحان لسيتياسيو المواقف. والنهاردة يا جماعة المواقف عندنا سؤالها بيبقى عليه 9 بوا 9 درجات. سؤالها دايما يجي بالشكل ده، ريبوندي اه دي سيتياسيو سويفونت، وبيقول لي بيحدد هجاوب من كام لكام، دو 14 من السؤال رقم 14 او 23 للسؤال رقم 23 23. قبل ما ناخد نموذج اسئله، في عندنا كلمات مهمه جدا، ابقوا ركزوا جدا في راس السؤال بتاع المواقف. هل هو بادئ بكلمه فودو موندي، فبيقول لك انت بتسال او بتطلب، ولا بادئ ب فوتر مي فوتر كوبا زميلك فود موند بيسالك؟ هل بادئ بانت بتسال ولا زميلك بيسالك؟ طب وهل الموقف منتهي بفوديت، انت بتقول يعني انت اللي تسال او انت اللي ترد حسب الجمله من بدايتها، او اون دي يعني انت اللي بتقول او انت اللي بترد؟ الشكل ده يا جماعه ضروري ضروري اعرف من البدايه فودو موندي زي ما الكلمات هنقراها دلوقتي، وابص في نهايه الجمله هل هو طالب انا اللي ارد او انا اللي اسال او صديقي بيرد او صديقي اللي بيسال. تعالوا نشوف ونجرب امثله دلوقتي. اول الكلمات المهمه في الدوكيمون في الاسف السيتياسيو المواقف، فو دوموندي انت بتسال، وساعات تترجم تطلب، فو فو زانفورمي انت تستفسر، بتساوي بور سانفورمي لكي تستفسر. لكن لو شلنا الفو دي خالص والاس ابوستروف وقلنا بور انفورمي لكي تخبر، بور بريفينير لكي تخبر يعني تقول جمله خبريه مش سؤال، فو ديت تقول، اون دي تقول، فو ريبوندي ترد، فوتر كوبا فود موند زميلك بيسالك. بصوا الفو اللي هنا دي ده اسمه ضمير مخاطب للاحترام، فوتر كوبا فود موند بيسالك. ساعات يقول فو دوني ان كونسي انت بتعطي نصيحه، وساعات يغيرها لي ويخليها كفعل، فو كونسي انت بتنصح، يبقى اخرها ال او زد فو كونسي، انما هنا فو دوني ان كونسي تعطي نصيحه. ساعات يجيب لي جمله تقول فوزات بور انت مع، فوزات كونتر انت ضد، يبقى كده عايزني انا موافق على حاجه او رافض حاجه. لو قال لي فوزات بور موافق على شيء، فوزات كونتر انت ضد شيء يعني انت رافضه. vous exprimez بتعبر votre avis بتعبر عن رأيك، وساعات يغير avis ويكتبها opinion رأيك، vous exprimez votre avis أو opinion. vous proposez تقترح، بتقول أنت اقتراح لزمايلك الذهاب لمكان أو دعوة لمكان، وساعات يغير proposez ويكتب vous invitez تدعو. القبول الدعوة أو الاقتراح بيبقى عليه حاجة من اتنين، إما vous acceptez توافق تقبل، فو ريفيوزي ترفض او تعتذر يعني ترفض برضو، فو فوز اكسكيوزي بتعتذر. احيانا يطلب منك تشرح حاجه جمله معينه، فوز اكسبليكي بتفسر بتشرح، فوز ايدونتيفي ايدونتيفي تحدد تعرف، ودايما يجي بعد ايدونتيفي كلمتين، اما ان بيرسون فبتعرف شخص يبقى كلام عن عاقل، او فوز ايدونتيفي ان اوبجي بتتكلم عن شيء يبقى هتختار حاجه غير عاقل. فو ديكريفي بتصف تصف شيء، ممكن يقول لي فو ديكريفي فوتر شومب بتوصف حجرتك، فو ديكريفي فوتر امي بتوصف زميلك، فو ديكريفي فوتر سور بتوصف اختك، فو ديكريفي فوتر ميزو منزلك بتصف شيء، فوتر كلاس فوتر ليسي مدرستك، فو راكونتي بتحكي، فو راكونتي. ودايما يا جماعه وبيقول لي بتحكي اشوف الجمله اللي هو طالبها، هل هي او بصيف الماضي ولا او برزو في المضارع ولا او فيتيور في المستقبل، هعرف من خلال سياق الجمله نفسها. فو راكونتي تحكي، فو زانديكي انت بتشير لشيء بتوضح شيء، ساعات تيجي مع الطريق، فو زانديكي ليتينيرير بتوضح خط السير، فو مونتري بتوضح شيء معين، يبقى مونتري وانديكي يوضح او يشير. في العمود الثاني في اسئله بتيجي في المواقف، ادوات استفهام داخل الموقف زي دوكوا اي شيء تيابوزوا، ودايما بزوا يا جماعه تيابوزوا التعبير ده بياخد دوكوا اي شيء انت تحتاج، بتيجي دايما مع الادوات الرياضيه او مثلا الحصص الدراسيه بتحتاج فيها ايه. بعدها سوكو اللفظ ده يساوي
سكو ماذا يساوي كاسك يساوي كوا. سكو ماذا، كاسك ماذا، كوا ماذا أو أي شيء. أون كوا من أي شيء، بنسأل به عن الخامات أحيانا، من أي شيء. أفيك كوا بأي شيء، بستخدم إيه كلعبة في الألعاب الرياضية، يقول لي أفيك كوا بأي شيء. بوركوا لماذا، بيسألني عن سبب عشان أقول تفسير أو شرح. بوركوا با، الجملة دي مهمة. بوركوا با دي مش أداة استفهام يا شباب، دي إجابة رد بالقبول. لما لا؟ يعني واحد بيقول لي مثلا تي في افيك موا او كلوب، تيجي معايا النادي، فانا فاضي، قلت له بوركوا با، لما لا، لما لا، يبقى انا مرحب بالفكره. كومبيان دو او دو ابوستروف، كومبيان دو بسال بيه عن العدد، بيجي بعد الدو اسم جمع ساكن، دو ابوستروف اسم جمع مبدوء متحرك، كومبيان دو. سا فو او تو دي، لاحظوا كلمه سا بتساوي الضمير إيل، تصريف الفعل معاها ياخد التصريف بتاع الضمير إيل. صا دي، اللون الأزرق التقيل ده، صا دي. إيه بقى اللي ما بين القوسين ده والكلمة دي؟ لما أجي أقول للشخص أنا بقترح عليه حاجة، فبقول له صا فو دي، ما قولك، قول حضرتك. صا تو دي، ما قولك. يبقى الفو، الفو والتو ما أثروش في الجملة أصلا، الدي هنا متصرفة بناء على صا. بعد كده في كلمات مهمة بتبقى في المواقف، ليه تاش ميناجير، شغل المنزل، أعمال المنزل، إيه اللي أنت بتعمله في البيت، دورك إيه في البيت، ليه تاش ميناجير، وده من سنة تانية. والكلمة دي يا شباب جمع مؤنث، كلمة في ميناء بلوريال، تاش ميناجير. ليه ديكوراسيو، شغل ديكور البيت، الديكور اللي في الشقة بتاعتك، الديكور اللي في الحجرة بتاعتك، برضو ليه ديكوراسيو، كلمة بلوريال في ميناء، جمع مؤنث. انا ليه بقول الكلام ده، بنحتاجه نبقى عارفين، لازم يبقى مؤنث ونعرف المذكر وهكذا. في كمان بخصوص المنزل، لي موبل، اساس المنزل، اساس البيت، اساس الحجره، زي لولي السرير، لارموار الدولاب، لاشيز الكرسي، مثلا في عندنا لوبيرو مكتب، يبقى دي اسمها لي موبل. وعلى فكره الكلمه دي ماسكولا بلوريال، جمع مذكر، يبقى ده اساس المنزل. ليز اكسسوار، الاكسسوارات، الكماليات بتاعة اللبس، ودي كلمة برضو مذكر، يبقى عندي مبل مذكر واكسسوار مذكر. ميتاش مناجير مؤنث، ديكوراسيو، ديكوراسيو مؤنث. الاكسسوار اللي هي الكماليات اللبس، زي ان باك خاتم، ان مونتر ساعة، لو فولار اللي هي الكوفية او الوشاح، الحاجات دي. لو كوليه العقد. بعدها ليه موتيف، موتيف شكل اللبس، ستايل اللبس، اللي هو هناخده بعد كده في شرح الجرامير، ليه موتيف شكل اللبس، ودايما هو جمع وبيسبق بحرف الجر او اكسو. احيانا بحتاج في المواقف كلمه لو كاركتير، الشخصيه، والشخصيه تختلف عن الفيزيك. الشخصيه لما اقول مثلا عمار اي سوسيابل، اجتماعي، احمد اي تيميد، خجول، يبقى دي كلمات بتدل على الشخصيه. انما لو فيزيك، عمار اي مثلا جرو، طويل، سي شوفو، شعره، سو نوار، اسود، يبقى بتكلم عن الشكل، لو فيزيك. لومور، هومور اللي هو الحاله المزاجيه، السعاده، السرور، الفرحه، الحاجات دي اسمها حاله مزاجيه، هومور. بروندور كونجي، ده تعبير من سنه اولى، بروندور كونجي، يودع شخص، عشان اقول اودع شخص اقول له ابليس، وداعا، شاو، الى اللقاء، اوروفوار، الكلمات دي بتدل على الوداع. في كلمات أخرى بتساعدني داخل المواقف، زي لو ليو، المكان، بيساوي كلمة أندروا، برضه مكان، والاتنين دول كلمات مذكر. أليترونجي، في الخارج، خارج الدولة، أليترونجي. لا ماتيغ، مادة دراسية، لا ماتيغ أو خامة، مادة أو خامة، لا ماتيغ. لو ميتيي، مهنة، ميتيي، ولاحظ إن دي مؤنث ودي مذكر، لا ماتيير، لو ميتيي. بعد كده ليز اوبجي، الادوات، ادوات الرياضيه والادوات المدرسيه. ليز ايكيبمو، برضو الادوات، ايكيبمو ادوات خاصه بالرياضه. ده الكلمات اللي تهمك وانت بتحل المواقف، سيت يس يو. طب تعالوا نحل سؤال من ضمن الاسئله اللي نزلتها الوزاره في الامتحانات التجريبيه الاخيره. شوازي سي لا بون ريبونس، اختار الاجابه الصحيحه. انا هقرا ونختار كده مع بعض وحاولوا تفكروا معايا. جملة مثلا بتقول انامي فودموند، صديق سألك، او يبقى عايز مكان،
فوز عليه بور فيرلي كورز، مهم جدا حفظ كلمة فيرلي كورز، التسوق، أين تذهب للتسوق؟ فوديت وأنت رديت، خد بالك بيقول إيه؟ أنت رديت، مش زميلك سأل هو قال إيه، لا زميلك سأل وأنت رديت. هاجي أختار أوزو حديقة حيوان طبعا، لا أوجر ده لا، أو سوبر مارشي أه طبعا، أو سوبر مارشي سوبر ماركت أتسوق منه، يبقى فيرلي كورز متعلقة أو سوبر مارشي. نروح للسؤال رقم دو او 15 بالنسبه لترتيب الاسئله. بور دوني ان كونسي، لتعطي نصيحه، افوتر اكيب، بتعطي نصيحه لفريقك، فريق انت بتشجعه، فودي تقول له ايه؟ معقول اقول للفريق لو فوتبول اي ما باسيون؟ لا. جوي بيا اقول لهم يا فريقي العبوا كويس، جوي بيا، وجوي هنا جمع اخرها او زاد عشان بامر مجموعه اللي هو الفريق. ما اقدرش اقول لهم نو غاني بالو ماتش، ما تكسبوش مستحيل، يبقى لازم اقول لهم جوي بيان، العبوا كويس. السؤال اللي بعده، او ريو في قسم دي برودوي سكري، اسمع، برودوي سكري منتجات السكريه، خد بالك يبقى انت هتختار حاجه متعلقه بالمنتجات السكريه، فودي تقول جو فودري دي شوكولا، تمام هي رقم صح، جو فودري دي شوكولا باعتبار ان هي سكريات، لكن ما اقدرش اقول دي فروماج جبن، ولا اقدر اقول دي بوليه فراخ، يبقى الاولى هي اللي صح. فو دوموندي افوتر امي، انت بتسال زميل بوركوا، لماذا بتساله عن ايه؟ اليم الي على كامباني، لماذا يحب الذهاب للريف؟ اكيد هيقول ميزه او هينفي عيب، يا يقول ميزه يا ينفي عيب، تعالوا نشوف. ال دي اللي انت سالته بيرد، ال دي يعني هو يرد. يا ترى يقول بارسكو لير ني بابير، الهوا مش نقي؟ طبعا لا. ولا يقول بارسكو ال بارسكيل يا ترودو بروي، اصل فيه كتير من الضوضاء، اكيد الريف ما فيهوش ضوضاء كتير، مش الريف بتاع النهارده، الريف الجميل زمان. ولا بارسكو لا ناتور ايبال، طبعا اقول لان الطبيعه ايبال جميله، يبقى لا ناتور ايبال دي ميزه في الريف، يبقى اختار رقم سي الاختيار الثالث. الجمله رقم 4 وكتير بتيجي في الامتحان جدا، فو فولي مونجي، ساعات يغير مونجي يقول بوار، فو فولي مونجي، تريد ان تاكل، فودي تقولي اكل، جي شو حران، لا جي سواف عطشان، لا جي فا اشعر بالجوع، والتعبيرات دي مهمه وهناخدها بعد كده في الشرح القادم. يبقى جي فا اشعر بالجوع، جعان، يبقى تقول جو مونجي او جو فولي، جو فودري مونجي او جو فو مونجي. رقم 19، فوز اكسبتي، انت قبلت وافقت على دعوه لانفيتاسيو دو فوترامي، فودي تقول ايه لو انت موافق؟ تري بون ايدي، ايدي فكره، بون كويس او كويسه، يبقى تري بون ايدي فكره جميله، هي دي. طب ما ينفعش اخد ديزولي اسف انا بعتذر كده، ما ينفعش اقول جو نسوي با داكور انا مش موافق كده انا رافض، يبقى لازم اقول الاولى لاختيار في الجمله دي. رقم 20، الا فارماسي في الصيدليه يا شباب، لو فارماسيا الصيدلي فودي يقول لك ايه؟ الصيدلي ده وانا بشتري منه ادويه هيقول ايه؟ فوالا لي ميديكامو، ها هي الادويه، او لو ميديكامو ها هو الدواء، لكن مش هيقول فوالا لو ميني قائمه الطعام، مش هيقول فوالا لا جلاس الا فاني، ها هو الجلاس بالفانيليا، يبقى لازم ياخد الاولى. رقم 21، فو فو زانفورمي، انت بتستفسر سير لور عن موعد او ساعه، دي ديبار رحيل، وديبار متاخده من بارتير يرحل، رحيل القطار، اسال عن موعد او ساعه رحيل القطار. لو قلت له ترا كون بونسي فو، ما رايك فيه، يبقى انا بسال عن الراي. لو قلت كو باغ كو متى، متى ما صح، معقوله، باغ يرحل، تمام لو ترا، يبقى هي دي متى يرحل القطار، لكن ما اقدرش اخد الثالثه كومون طريق الاجار، كيف تذهب للمحط، يبقى هاخد الثانيه. فوتر فرير اخوك ام سو دي بلاسي، بيحب التنقل، سو دي بلاسي دي يعني ينتقل، افيلو بيحب يركب دراجه، فول وديت انت تقول له ايه، تنصحه بايه؟ اقول لي لاخويا اللي راكب عجله نو في بقى اتونسيو ما تاخدش بالك، طبعا غلط. اقول له الرول امشي سيور لا بيست سيكلابل، ده الدراجات متعلقه بحاجه اسمها بيست سيكلابل، يبقى هي دي، امشي في طريق او ممر العجل، ممر الدراجات. طبعا مش هينفع اقول له نرول با وفو فير ما تمشيش في الاشاره الخضراء، لا هاخد الثانيه هي الاصح. انا مي فودموند صديقك،
سألك سوكو ماذا، سوكو فو فت تفعل، والفعل هنا مضارع يا شباب، فت تفعل، ماذا تفعل، ألا كامبان. من ضمن ايه الحاجات الكتير اللي فيها شغل احداث في الريف؟ تعال نشوف فو دي تقول ايه. ألا كامباني اليابو كو دانسكت، لا ما بيقولكش في ايه في الريف، هو بيقولك انت بتعمل ايه في الريف، يبقى دي كده مستبعده رقم اه. جوفي او تياتر او سينما، اه الريف ما فيهوش لا مسرح ولا في سينما، يبقى باقي الثالثه جودون امونجي او زانيمو، يعني ايه؟ انا اطعم الحيوانات. بكده ابنائنا وبناتنا طلاب الثانويه العامه خلصنا من الفيديو الثاني او السؤال الثاني اللي هو ليه سيتياسيو. الفيديو الثالث ان شاء الله هنشرح لاجرامير، بس ممكن ناخده على فيديوهين لاهميته والجرامير طويل. ان شاء الله تكونوا وفقت انا ان اوصل لكم اللي انتوا عايزينه من خلال الفيديو ده. اسمعوه كتير وحاولوا تحلوا من الامتحانات، امتحانات الثانويه العامه، وتشوفوا وتجربوا كده وتحفظوا الكلمات دي وتعرفوا معناها وتستخدموها. اوروفوار، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.